نلتقي غدا إن شاء الله. عصام، نسيت أن أقول لك شيئا. هل تحدثت مع والدك بشأن السيارة؟ اطمئن، سوف نتحدث بذلك لاحقا. إلى اللقاء. عفوا يا أبي، منذ متى وأنت تقف هنا؟ منذ بدأت بمكالمتك. وهل من شيء يا أبي؟ في بداية الأمر أود أن تقدر الوقت الذي وقفت فيه على الباب، 12 دقيقة. هذا شاكر يا والدي، إنه بمثابة أخي، أولا يقال رب أخ لك لم تلده أمك؟ ولأنه شاكر كان بإمكانك أن تختصر المكالمة، لأنه سوف يأتيك غدا، أو أنك سوف تذهب وأنت إليه. شاكر صديقي، مذ كنا طفلين صغيرين. دعك من هذا وأخبرني، ما هي مشاريعك المستقبلية؟ لا شيء حتى الآن، لا زلت أفكر في مواضيع كثيرة. حاول أن ترسم مستقبلك وتخطط له منذ الآن. علك نسيت يا والدي أنك وعدتني بهدية فور نجاحي، وها قد نجحت. لم أنسى طبعا، هديتك بحاجة إلى ميزانية خاصة. أفهم من هذا أنك عاجز عن شراء السيارة. ثمن السيارة يا بني لا يقل عن 7000 ريال، وراتبي لم يصل إلى 800 ريال. تحاول أن تخلف بوعد قطعته على نفسك. أبدا، بل أحاول جاهدا التوفيق بين راتبي والسيارة. أن أشتري السيارة ينبغي أن نبقى عدة أشهر في حالة مالية مزرية. أنا لا أريد أن أكون مثل صديقي وليد الذي يقتني سيارة 14000 ريال. لكل منا إمكانياته يا بني التي يتصرف على أساسها، وأبو وليد رجل أنعم الله عليه بثروة طائلة من خلال التجارة، يستطيع أن يشتري سيارة دون أن يهتم بشيء. لماذا لا تنظر إلى صديقك الذي لا يمتلك في داره سوى دراجة هوائية رياضية؟ حلمت بالسيارة مذ كنت في 10 من عمري، حين أجلستني بجانبك ورحت تقود سيارتك بكل فخر واعتزاز. أحاول قدر المستطاع أن أحقق لك هذا الحلم، شرط أن تحقق حلمي بنجاحك. عندما تصبح طبيبا ترفع به رأسي. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا يا عبد الرزاق، تفضل. شكرا، هناك مسألة أود الاستفسار عنها. تفضل. هل أستطيع أن أقترض 4000 ريال على راتبي من صندوق الزمالة؟ 4000 ريال؟ هل عزمت على السفر؟ إنني بحاجة إليها. من حيث المبدأ تستطيع، إنما يجب عليك أن تبين في طلبك السبب الذي من أجله سوف تأخذ القرض من الصندوق. في الحقيقة أنني بحاجة لشراء سيارة. أين سيارتك؟ هي معي. إذن ما حاجتك لسيارة إضافية؟ سوف أهديها لولدي عصام بمناسبة نجاحه في الشهادة العامة. مبروك، ولكن دعني أقول لك شيئا، ألا تعد ذلك نوعا من الدلال الزائد والغنج الغير المستحب؟ ما الذي تقصده يا أستاذ مصطفى؟ أحاول الربط بين سيارة كهدية والنجاح في الشهادة العامة. ماذا ستهديه يا ترى عندما ينتهي من دراسته الجامعية وأنت موظف صاحب راتب عادي؟ أعرف أن هذا أسلوب خاطئ، ولكنني وعدته
وعلي أن أفي بوعدي. وهل يحسن ولدك قيادة السيارات؟ إنه ملم بقيادة السيارات، اختبرته بسيارتي في أوقات كثيرة فأذهلني بقيادته وبراعته. ثم لا تنسى أنه يحمل رخصة القيادة منذ أكثر من عام. املأ هذه الاستمارة وسأحاول أن أعطيك القرض غدا. تعطيني القرض غدا؟ ألا تجده رقما قياسيا؟ بالطبع. أنت تستحق ذلك يا عبد الرزاق، لأنك موظف ذو خلق وانضباطي، ونحن بصراحة ننتهز الفرص كي نثيب موظفا نظاميا مثلك. أرجو ألا تتأخر. مع السلامة. ما بك يا منى؟ ولدك عصام يقود سيارتك خارج المدينة. دعيه، أنا على ثقة من أنه جدير بقيادة السيارة. لماذا تسمح له بكل هذا التأخير خارج الدار؟ سمحت له هذه المرة بصورة استثنائية، وأن يعود إلى البيت الساعة 10 ليل كحد أقصى. إنه مع صديقه شاكر يتناول طعام الإفطار. يتناول الإفطار هناك وأنا متوترة هنا. لا داعي للتوتر، سيارتي مصانة بشكل جيد وأنا على اتصال دائم معه. وغدا ستشتري له سيارة جديدة يدور بها في الشوارع، وأظل أنا على أعصابي حتى يعود. هذا العصر يختلف عن عصرنا، والعصر الذي عشنا فيه يختلف عن العصر الذي سبق. علينا أن ندرك هذا التطور ونستوعب ظروفه بشكل نحافظ فيه بقدر المستطاع على قيمنا الإسلامية وعاداتنا وتراثنا. لم نعد نستطيع أن نحبس أولادنا في عنق الزجاجة، ولكن نستطيع أن نكون موجهين حينما نطلق لهم حرية التصرف. هذه أمي. نعم أمي. أين أنت؟ في الطريق المؤدي إلى الجامعة. حاول أن تتصل بي عندما تصل إلى الجامعة. إن شاء الله. إلى اللقاء. يستحيل أن يستمر الوضع على هذا النحو. هذه المرة الرابعة التي تتصل فيها في مسافة لا تتعدى 20 كيلومتر. سنتأخر على الجامعة. هذا بسببك. بسببي أنا؟ طبعا، كلما مسكت هاتفك ركنت بسيارتك على الرصيف مدة تتجاوز 5 دقائق. أتريدني أن أقود السيارة وأتحدث في الهاتف؟ وما الضير في ذلك؟ الكثيرون يتصرفون هذا التصرف. دعك من هذا، أسألك سؤالا أجبني عليه بصراحة. تفضل. ماذا لو نجح والدك في الحصول على القرض؟ ماذا ستفعل؟ قلت لك لن أتخصص في الخارج دونك، لقد تعاهدنا على ذلك منذ كنا صغيرين. أذكر ذلك، إنما لا يستطيع والدي أن يؤمن لي مصروف الجامعة هنا، فكيف له أن يؤمن لي مصروف السفر إلى الخارج؟ لا تقلق، لكل مشكلة حل إن شاء الله. إن شاء الله. هذه 4000 ريال. لا أدري كيف أشكر. لا داعي للشكر، ستسدد المبلغ من راتبك. وقع هنا على الاستمارة. أحسنت، أستطيع أن أرشدك إلى معرض للسيارات إن أردت. يوسفني أن أقول إنني اشتريتها البارحة وأريد أن أسدد المال لصاحبي. مبروك. بارك الله فيك. في أمان الله.
أستاذ مصطفى. ها، أراك عدت مجددا. أريد أن أسألك سؤالا آخر. خير إن شاء الله. هل أستطيع أن أستلف مرة ثانية؟ ما الأمر يا عبد الرزاق؟ مشاريعك لا تعد ولا تحصى. مجرد سؤال يا أستاذ مصطفى. نعم، ولكن راتبك لا يسمح بتسديد قرضين سوية. لا أقصد راتبي. إذن كيف ستسدد القرض؟ من تعويضي في نهاية الخدمة. أبكرت كثيرا يا صاحبي، لكنك لم تقل لي فيما حاجتك للمبلغ الإضافي. ولدي عصام. عصام ثانية، أيريد أن يشتري طائرة؟ يريد أن يتخصص. هذه خطوة جيدة، ولكن ما هو تخصصه؟ يريد أن يتخصص في الطب. مهنة ممتازة، لكنها تحتاج إلى دراسة والكثير من المصاريف. أما من ناحية الدراسة فعصام والحمد لله من المتفوقين. بقيت القضية الثانية. المحاولة ستبوء بالفشل صدقني. الإدارة لن توافق على مثل هذا الطلب. كنت أتمنى المساعدة يا أستاذ مصطفى. لو كنت أستطيع ما تخلفت قط. في أمان الله. في أمان الله. التخصص في دولة عربية. وما المشكلة في ذلك؟ المشكلة في المرضى، لا يذهبون إلا عيادة طبيب وضع على بابه أنه تخرج من دولة أجنبية. هذا هو المرض الذي ابتلينا به. الثقافة هي نفسها، والمعلومات الطبية نفسها. الفارق التكنولوجي لا يصنع مبدعا في الغرب وجاهلا في الشرق. هذا شيء جوهري يجب أن نفهمه. إن كان هذا صحيحا فإنني لم أعد أهوى مهنة الطب. أعرف السبب وماذا عساي أن أفعل. أستاذ مصطفى حاول المستحيل لكنه لم يستطع. إلا تأمين تأشيرة واحدة لشخص واحد، والشيء الطبيعي أن يكون هذا الشخص هو أنت وليس صديقك شاكر. والشرط هو أن تسدد المبلغ الممنوح لك عندما تصبح طبيبا. في مجمل الأحوال هذه أنانية مني أن أذهب وحدي دون شاكر. هذا شيء طبيعي، يجب أن يذهب أحدكما، خير من أن لا تذهب مطلقا. لم أكمل حديثي بعد. يجب أن تهيئ لنفسك ما تحتاجه للسفر. أمامك أسبوع واحد. هذا ما حدث يا شاكر. الأستاذ مصطفى لم يستطع أن يؤمن سوى مقعدا جامعيا واحد. أبي حاول أن يتوسط لديه لكنه لم يستطع. صدقني يا عصام، لست حزينا على هذا الأمر، إنني فرح لأجلك. لكننا تعاهدنا أن نبقى سويا. كان ذلك منذ الصغر. أتمنى لك التوفيق والنجاح. أفلجت قلبي يا شاكر، شكرا لك. إنما أريد منك أن تنفذ الوعد الذي وعدتني به منذ أيام. أن أعلمك القيادة. بالضبط. هيا بنا. توكلنا على الله. وها أنا قد نفذت الوعد يا شاكر. شكرا لك. خفض بسرعة يا رجل. شاكر خفض بسرعة. انتبه يا شاكر. شاكر.
هل تحدثت مع والدك بشأن السيارة؟ لن أتخصص في الخارج دونك، لقد تعاهدنا على ذلك منذ كنا صغيرين، لكننا تعاهدنا أن نبقى صغيرين. أفلجت قلبي يا شيخ، شكرا لك. إنما أريد منك أن تنفذ الوعد الذي وعدتني به منذ أيام. ماذا تنتظر يا عبد الرزاق؟ يجب عليك أن تنتقم من قاتل ولدك. لا، كيف تنتقم وهو لم يتسبب بالحادث عمدا؟ إنه فعلا جاء قضاء وقدرا. يصعب عليك مقابلته الآن. الشاب أصيب بصدمة جعلته عاجزا عن الكلام. بإمكانك أن تقدم شكوى وتضعه في السجن، لأنه من الأساس كان يقود المركبة دون أن يحمل رخصة قيادة تؤهله لذلك. هذا شاكر يا والدي، إنه بمثابة أخ، أولا يقال رب أخ لك لم تلده أمك؟ شكرا لك يا أخ عبد الرزاق. بعد توقيعك على أخذ الإفادة سيتحول الموضوع إلى الادعاء العام لاستكمال بقية الإجراءات القانونية أو التنازل. لم يعد الانتقام يفيد. مات ولدي، سجن زميله لن يعيده إلى الحياة، ولو ظل في السجن سنين. هذا عفو عند المقدرة، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، كان قدر ولدي أن يموت على هذا النحو، إن شاء الله أن يحدث هذا. رحمة الله عليه وبارك الله فيك وأكثر من ذلك. قدر الله وما شاء. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا أدري ماذا أقول لك، صدقني أنت إنسان مؤمن، انتهجت سلوك الآية الكريمة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إنني لازلت في موقع الصف، ولم أصل إلى مرحلة الصفح الجميل بعد. أستاذ مصطفى، هل لي أن أطلب منك طلبا آخر؟ تفضل. على الرغم من أن ابني كان يستحق منحة دراسية بسبب تقديره المرتفع، إلا أنني قمت بتأمين دراسته خوفا من أن لا يحظى بنسبة تؤهله لتلك المنحة. هذه وثيقة التأمين التي تؤمن دراسة ابني الجامعية. أرغب في أن أستبدل اسم ولدي باسم شاكر سعيد. أترغب في أن تخصص وثيقة التأمين للشاب الذي تسبب في مقتل ابنك؟ نعم أستاذ مصطفى، نعم، حتى لا نصل إلى مرحلة الصفح ونكتفي، بل لنتابع إلى مرحلة الصفح الجميل.